السلام عليكم خويا. البارح انا تعرضت للسرقه قدام المنزل ديالي، كان حطيت واحد الموتور، كان الوالد ديالي مريض، حطيته مشيت نجيب ليه الدواء، رجعت ما لقيتوش. سولت الجيران، سولت الناس اللي حدانا، مشيت للكاميرا، واحد السيد لقيت عنده الكاميرا في المنزل ديالو، شفتها لقيت، كنتفاجئ بان هذوك الناس اللي داو ليا الموتور، جوج الناس، جوج الاشخاص من سكان الحي ديالنا في عين الشق. ومشيت درت الديكلاراسيون ديالي، بقيت كنقلب على زعما فين كيتواجدوا هاد الناس، لقيت المنزل ديالهم، وجاتني معلومات بان الموتور ديالي كيتواجد بالدار ديال واحد السيد في هذوك الجوج. وعيطت ل 19، جاو عندي الدراجين، بقاو كيواسيو فيا وكيهضروا معايا، قال لك ضروري خاص يجيو الشرطه ديال عين الشق الا بغيتينا ندخلو. وبين جات الشرطه ديال عين الشق، كنتفاجئ بانهم قالوا لي يلاه معنا نكملوا البحث باش نجيبوا الهويه ديال هذا الشخص. داوني داروا معايا، حطوني في واحد البلاصه ورجعوا بحالاتهم، قال لي سير بحالاتك حتى لغدا وجي ديكلاري. ما عرفتش واش هذا السيد، ما عرفتوش شنو هو خوتو، عندهم شي حاجه، شي ركيزه صحيحه ولا شنو، الله اعلم. انا كنطلبكم توقفوا معايا وتضامنوا معايا، وكنطلب من السي الحموشي حتى هو ينصفني وياخذ لي حقي، وكنطلب من وكيل جلاله الملك الله يجازيه بخير يوقف مع هاد الناس هادو اللي في عين الشق، البوليس ديال عين الشق، باش ينصفوني وياخذوا لي حقي، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.